السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم محبي مسلسل سوق الحرير. مسلسل سوق الحرير هو موسمين تاريخي درامي قريبا سيعرض في رمضان 2021، والنجوم الذي سيمثل في هذا المسلسل بسام كوسة وسلوم حداد والفنان فادي صبحي وميلاد يوسف. نعم أصدقائي، المسلسل هو سوق الحرير هو تاريخي دراما قريبا سيعرض في رمضان 2021. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد، ولن ندعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.